قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، اللهم مددا منك وتوفيقا وتسديدا وهدى ورشادا. من دروس شرح طيبة النشر في القراءات العشر ومع فرش حروف سورة النبأ وما بعدها إلى سورة التطفيف. في لابسين القصر شد فزخ فلا إذا برم رب اخفض رفع كلا. في لابسين القصر شد فز، أي أن روحا وحمزة رحمة الله عليهما قرأ لبثين فيها أحقابا، لبثين فيها أحقابا بالقصر أي بحذف الألف، وقرأ غيرهم لابثين فيها أحقابا بالألف بالإثبات، ولبثين ولابثين من اسم الفاعل ومن صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة كحاذر وحذر وفاهم وفهم وأيضا فاره وفره. وقالوا إن المقصور اللي هو الصفة المشبهة هو أكثر ثباتاً في الوصف، حيث صار اللبث له سجية، لبثين يعني هذه أدل على الثبوت من الأخرى، والأخرى تشير إليه كذلك، فهم لابثون مقيمون فيها أحقاباً، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. خف لا كذاب رم، أي أن الكسائي وحده قرأ ولا كذاب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، فهم لا يسمعون اللغو ولا الكذاب. الكذاب مصدر من كاذب كذابا كقاتل قتالا، و أو من كذب كذابا ككتب كتابا، فهم لا يسمعون اللغو ولا يسمعون الكذب في هذه الدار السرمدية التي ينعمون فيها خالدين فيها أبدا. ولا كذاب التشديد هو مصدر كذب تكذيبا أو كذابا، ثم قال رب اخفض الرفع كلا، رب اخفض الرفع كلا، وتمم في البيت الذي بعده. مضبا كفى الرحمن الظل كرا ناخرة امدد صحبة غف وترى. قال رب اخفض الرفع كلا،
رب اخفض الرفع كلا ضبا كفى، أي أن ابن عامر ويعقوب والكوفيين قرأوا رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض بالخفض، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض بالخفض، أي أن المفهوم أن غيرهم قرأ بالرفع، قال اخفض الرفع كلا، اخفض الرفع، هؤلاء خفضوا الرفع، أي أن غيرهم قرأوا بالرفع رب السماوات والأرض، وسيأتي يعني التوجيه مع التي بعدها. الرحمن نل ظل ظل كرى، الرحمن نل ظل كرى، يعني بالخفض، أن هذا معطوف على ما قبله اخفض الرفع، يعني اخفض رفع لفظ الرحمن للمرموز لهم بنل ظل كرى. فقرأ عاصم ويعقوب وابن عامر الرحمن لا يملكون منه خطاب. وعلى قراءة هؤلاء الكلام متصل، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات، ربي بدل من رب الأولى، أو عطف بيان عليه، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض، وما بينهما الرحمن كذلك وصف له أو بدل منه. فإذا عند عاصم ويعقوب وابن عامر يقرؤون بالخفض في اللفظتين ربي الرحمن. طيب، بقي لنا من كفى اللي هم شفى، اللي هم حمزة والكسائي وخلف، يقرؤون بالخفض في الأول والرفع في الثاني، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما، على البدلية أو على عطف البيان من رب الأولى ربك كما بينا. لكنهم هنا قرأوا ما ذكرهم في من يخفضون لفظ الرحمن، قال الرحمن نل ظلا كرى، طلعهم، طلع حمزة والكسائي والخلف من المجموعة الأولى اللي هي كلا ضبا كفى، فأخرج حمزة والكسائي والخلف من هؤلاء، فهم لا يقرؤون بالخفض في هذه اللفظة، فقرؤون رب السماوات والأرض وما بينهما. وعندهم يحسن الوقف هنا، وعندهم يحسن الوقف هنا، ثم يستأنف الرحمن لا يملكون على الابتداء ولا يملكون خبره، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف هو الرحمن لا يملكون منه خطاب. وقرأ الباقون بالرفع في اللفظتين رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب، فتكون رب مبتدأ والرحمن خبر، أو هو أيضا وصف له ولا يملكون الخبر، أو قد تكون هو مبتدأ محذوف ورب خبره، وهكذا. على أي حال، من خفض الاسمين رب والرحمن فلا يقف، ومن رفع الاسمين فلا يقف، وأما من رفع الأول خفض الأول رب السماوات والأرض وما بينهما، بعدين الرحمن لا يملكون، فيسوغ له أن يقف قبل لفظ الرحمن، وهو على ذلك كما يعني نكرر كثيرا، أو كما يعني ننقل كلام أهل العلم في ذلك، أنه يسوغ الوقف على إعراب دون إعراب، وتفسير دون تفسير، وقراءة دون قراءة.
ومن أكثر من عني بهذا الجانب في كتب الوقف منار الهدى لأحمد ابن عبد الكريم الأشموني رحمة الله عليه، فهو من أكثر من عني بهذا. طبعا هو يذكر حكم يحكم على كل وقف، لكنه عني أكثر من غيره من مؤلفي الوقف الابتداء ببيان هذا الأمر، وغير هذا أيضا ألفت فيه رسائل جامعية، كتبت فيه رسائل جامعية في هذا الباب. طيب، ناخرة تمدد صحبة غث، أي أن صحبة هم حمزة والكسائي وخلف ورويس قرأوا عظاما ناخرة، أإذا كنا أو إذا كنا عظاما ناخرة بالمد، في طبعا ناخرة على إمالة ما قبلها التأنيث أو التأنيث وما قبلها، فقرأ بالمد يعني بإثبات ألف بعد النون صحبة غث حمزة والكسائي وخلف ورويس، وقرأ غيرهم أئذا أو إذا كنا عظاما نخرة صفة مشبهة وناخرة بالمد على يعني قراءة حمزة والكسائي وخلف ورويس، وسيأتي بيان الخلاف الوارد عن الدوري. ومن قرأ ناخرة فهي يعني مناسبة للفواصل قبل وبعد، فاقرة والحافرة ونحوها والساهرة، ومن قرأ نخرة فهو على صفة مشبهة، وهي كما ذكرنا في أمثال هذا كثير تأولان إلى معنى متقارب جدا، كحاذر وحذر ولابث ولبث وفاهم وفهم وفطن وهكذا، وهي كلها تعني عظاما إيش نخرة أي بالية. ثم ذكر خلافا عن الدوري وترى خير ذكر الخلاف هنا للدوري خير تزكى فقروا حرم ضباء له تصدى الحرم منذر صباء. قال وترى خير، أي أنه ورد التخيير عن الدوري اللي هو مرمز له بالتاء وترى، فورد عنه الألف وورد عنه حذفه ناخره ونخره. طبعا نحن عارفين الكسائي مثل هذا يميل هاء التأنيث وما قبلها قولا واحدا، فورد التخيير عن الكسائي، رغم أن ابن الجزري لما ذكر في بداية هذه المسألة على ناخره بالألف قال هذا الذي عليه العمل عن الكسائي الألف، لكنه قال روى كثير من أئمتنا من المشارقة والمغاربة التخيير عن الدوري يعني بالألف وحذفها. قال ابن مجاهد في السبعة كان لا يبالي أقرأ بألف أم بدونها، وكذلك روى عنه جعفر ابن محمد بالألف وبتركها. طيب، ثم قال تزكى ثقلوا حرم ضبا له تصدى الحرم فقل هل لك إلى أن تزكى، تزكى بالتشديد، طبعا التشديد في الزاي وإلا الكاف متفق على التشديد فيها. ثم قال له تصدى الحرم، أي أن فقل هل لك إلى أن تزكى بالتشديد
المدنيين والمكي ويعقوب، نافع وأبي جعفر وابن كثير ويعقوب قرأوا فقل هل لك إلى أن تزكى بالتشديد. ثم عطف عليه موضعا في سورة صاد، رغم أن سورة تراجم سورة النازعات لم تكتمل، لكن لأن الترجمة متشابهة معها في التثقيل وفي أيضا العلة في التثقيل، فجمع إليها هذه الترجمة. قال له تصدى الحرم، أي أن نافعا وأبا جعفر وابن كثير قرأوا بالتشديد في هذا الحرف، فأنت له تصدى تصدى. إذن الحرميون قرأوا فقل هل لك إلى أن تزكى بالتشديد، فأنت له، هذا في النازعات، وفي عبسة فأنت له تصدى بالتشديد في الصاد وهناك في الزاي. ووافقهم يعقوب في حرف النازعات تزكى. التشديد في هذا الفعل هو على إدغام، على أن الفعل على أنه مضارع تائي، على أنه تتزكى وتتصدى في الفعل الثاني، فأدغمت التاء الثانية في الزاي، صارت بدل تتزكى فقل هل لك إلى أن تتزكى، صارت إيش؟ أدغمت في التاء في الزاي فصارت فقل هل لك إلى أن تزكى. وقرأ غيرهم بالتخفيف على أنه ليس بتاءين وإنما هو بتاء واحدة. وقرأ الحرميون في فأنت له تصد على نفس الشيء، تتصدى أضغمت التاء في الصاد فصارت تصد. والتخفيف والتشديد في هذا وفيما سيأتي في يعني الفرشيات التي في سورة التكوير وفي سورة الانفطار، هو التشديد فيه في الغالب في المبالغة أو في التكثير، وهو على ما يأتي عليه يعني التشديد غالبا، يعني إما يكون المبالغة أو للتكثير، أحيانا للتعظيم وأحيانا يكون للتبشيع وللتفزيع، على حسب الإيش الفعل نفسه، على حسب الفعل نفسه وعلى حسب السياق الذي جاء فيه. فتزكى فيها يعني مبالغة في التزكية وفي التطهير، وتصدى أيضا فيها مبالغة في التصدي له وفي تعريض نفسه لشيء من الأذى، من يعني استغنى وأعرض وكذا، فكأن التصدي له يعني فيه شيء من المخاطرة فيها أو المجازفة أكثر في قراءة التشديد. والتخفيف يعطي نفس المعنى لكن بمبالغة أقل. ثم قال منذر ثبى، وهذه في سورة النازعات، إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من، على الإعمال، على إعمال الصفة أو اسم الفاعل، يعني منذر من. ومن قرأ بترك التنوين تخفيفا على الإضافة منذر من يخشاها، الذي قرأ بالإعمال هنا بالتنوين منذر من هو أبو جعفر وحده، وقرأ الجمهور منذر من بالتخفيف بالمقصود يعني على ترك الإعمال وترك التنوين منذر من. نعم. ثم قال نون فتنفع صبر رفع نوى إنا صببنا افتح كفى وصلا غوى. فتنفع انصب الرفع نوى، أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ عاصم وحده بالنصب، فقرأ
أو يذكر فتنفعه الذكرى. قراءة عاصم على إضمار أن بعد الفاء أو يذكر فأن تنفعه الذكرى، وذلك على إضمار أن بعد الفاء على أنه جواب الترجي أو التمني، وما يدريك لعله يزكى على الترجي أو على التمني، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما بالنسبة لقراءة الجمهور فتنفعه فهو معطوف على أو يذكر فتنفعه، مرفوع معطوف عليه. ثم قال إنا صببنا افتح كفى، أي أن الكوفيين قرأوا إنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، قال افتح كفى. قرأ الكوفيون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، على إضمار اللام لأن صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا. وافقهم رويس في الوصل، يعني إذا وصل قرأ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا. طب وإذا ابتدأ، يعني وقف على فلينظر الإنسان إلى طعامه وابتدأ، يبتدئ إنا صببنا الماء صبا كقراءة غير الكوفيين. إذن قراءة غير الكوفيين إلا رويس يقرؤون إنا صببنا قولا واحدا. رويس يختلف عنه، عنده الوصل عن الابتداء، إذا وصل قرأ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، وهي قراءة الكوفيين سواء ابتدأوا أو وصلوا. كوفيون يقرؤون بفتح الهمزة على أي حال، سواء فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أو ابتدأوا أن صببنا. رويس يوافقهم في حال الوصل وصلا غوى، أما في حال الابتداء فهو يبتدئ إنا صببنا. إذن عندنا ثلاث قراءات، إنا بالكسر للجمهور، وأنا بالفتح للكوفيين. رويس يقرأ إذا وصل كالكوفيين، وإذا ابتدأ بعد طعامه، إذا ابتدأ بعد طعامه كالجمهور. طيب، وهذا هو ثالث المواضع التي يعني وردت أو ثبتت القراءة عن رويس باختلاف حال الابتداء، وهذا هو ثالث المواضع التي اختلف عن رويس النقل فيها في حال الابتداء وحال الوصل. الموضع الأول صراط العزيز الحميد الله الذي له، صراط طبعا عنده في سورة إبراهيم، فإذا وصل قرأ بالخفض، وإذا ابتدأ بدأ بالرفع الله الذي. وأيضا في سورة المؤمنون عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فإذا وصل قال عما يصفون عالم الغيب والشهادة، على الخفض على ما قبله، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون عالمي. وإذا ابتدأ بالرفع عالم الغيب. وهنا أيضا هذا الموضوع الثالث والأخير عنه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن، قال وصلا غوى بالفتح، وإذا ابتدأ إنا صببنا الماء صبا. وبينا وجهها من اللغة. وخف سجرت شذا حبر غفا، خلفا وثقل نشرت حبر شفا.
وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا، أي أن شذا وهو روح وحبر أبو عمرو وابن كثير وغفا أرويس بخلفه قرأوا بالتخفيف في سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت. وهذا أما رويس فاختلف عنه، وأما رويس فاختلف عنه، يعني ورد عنه التخفيف والتثقيل، ورد عنه التخفيف والتثقيل، سجرت وسجرت كالجمهور. وأبو عمرو وابن كثير وروح قرأوا بالتخفيف وإذا البحار سجرت، والجمهور قرأ سجرت بالتشديد، وكما قلنا رويس اختلف عنه. طبعا سيأتينا أيضا التثقيل في نشرت وسعرت، ويعني كما قلنا أن هذه الأشياء كلها التثقيل فيها غالبا هو للمبالغة والتكثير، والتخفيف يؤدي نفس المعنى لكن بدون مبالغة. فإن مثلا البحار كثيرة، فإذا البحار سجرت سجرت لأنها بحار كثيرة فللتكثير، وسجرت على قراءة التخفيف تؤدي نفس المعنى لأن هذه يعني تتحول إلى نار، ويعني فهذه البحار سجرت فهي تؤدي نفس المعنى، لكن كما قلنا في التخفيف يؤدي نفس المعنى لكن التشديد فيه المبالغة. وكذلك نشرت ذا الصحف، إن الصحف كثيرة جدا، صحف الخلائق من يوم أن خلق الله السماوات والأرض صحف بالمليارات أو بمئات المليارات، فهي كثيرة جدا، ونشرت تؤدي نفس المعنى لكن دون مبالغة، وهكذا كما سيأتي قتلت وسيأتي أيضا فعدلك وفعدلك. نعم، إذن قرأ سجرت رويس بخلف عنه وابن كثير وأبو عمرو وروح، وقرأ الباقون سجرت، وثقل نشرت حبر شفا، وثقل نشرت حبر شفا، وإذا الصحف نشرت بالتشديد لأبي عمرو وابن كثير ولشفا حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالتخفيف، وبينا وجه التشديد والتخفيف فيها وفي أشباهها. ثم قال وسعرت من عن مدى صف خلف غد، وسعرت من عن مدى صف خلف غد، وقتلت في بضنين الظار غد. عندنا هناك سجرت وأيضا نشرت، وهنا سعرت وقتلت، تشديد فيها والتخفيف كما ذكرنا. وسعرت من عن مدى صف خلف غد، سعرت بالتشديد لابن ذكوان وحفص والمدنيين وشعبة بخلف عنه. ابن ذكوان وحفص والمدنيان ورد عنهم التشديد قولا واحدا، سعرت عن أولي ملأ، سعرت عن أولي ملأ. وكذلك التخفيف سعرت طلا، يعني التشديد عفوا التشديد عن رويس قولا واحدا. إذن ابن ذكوان وحفص والمدنيان
ورويس قرأوا بالتجديد في سعيرة قولا واحدا. أما شعبة فاختلف عنه. شعبة ليس له في الشاطبية إلا التخفيف، سعيرة عن أولي ملا معطوف على التشديد، لكن شعبة له هنا وجه التشديد، ووجه التشديد هنا له من الزيادات، هنا له من الزيادات. نبين الخلف الوارد عن رويس والخلف الوارد عن شعبة. الخلف الوارد عن رويس في سجرت، والخلف الوارد عن شعبة في سعرت. بالنسبة لرويس روى عنه أبو الطيب بالتشديد وغيره بالتخفيف، روى عنه أبو الطيب بالتشديد وهذا من الزيادات. روى عنه أبو الطيب بالتشديد وغيره بالتخفيف. أما شعبة فقد روى العليمي عنه التشديد ويحيى بالتخفيف، والتشديد عنه من الزيادات، التشديد عن شعبة من الزيادات. إذن عندنا أبو الطيب روى التشديد عن رويس وغيره بالتخفيف، وروى كذلك العليمي بالتشديد عن شعبة ويحيى بالتخفيف، والتشديد عن شعبة من الزيادات، فلم يذكر عنه في الشاطبية إلا التخفيف. ثم قال بضنين الضاء رغد، وتمم في البيت الذي بعده حبر غنى، أي أن رغد وهو الكسائي وحبر أبو عمرو بن كثير وغنى رويس ورد عنهم القراءة بالضاء، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وقرأ غيرهم بالضاد المعجمة، يعني قرأ رغد وحبر غنى الكسائي وأبو عمرو وابن كثير ورويس وما هو على الغيب بضنين بالضاء المشالة، وقرأ غيرهم بالضاد المعجمة بضنين. والضنين البخيل، وأنكر بعضهم كأبي عبيد هذه القراءة، رغم أنه روى اجتماع المصاحف عليها الضاد، قال أنهم لم يبخلوه، يعني لم يبخلوا، لم يتهموه بالبخل، إنما اتهموه بالكذب، لأن ضنين من الضنة أو الضن البخل، ولكن غيره أول الضنة أو الضن هنا بالبخل، يعني منع شيء من الوحي، يعني عدم يعني كتمان شيء من الوحي وعدم التبليغ، فالله عز وجل نفى عنه ذلك، قال وما هو على الغيب بضنين، هو بلغ كل ما نزل إليه، لم يضن بشيء، جاد به كله. وأما قراءة بضنين يعني ما هو على الغيب بضنين، يعني بمتهم من الظن، ما هو على الغيب بضنين، لهو ليس بمتهم وليس بكاتم شيئا من الوحي. قراءة طبعا هناك يعني في هذا إشكال، أن المصاحف اجتمعت على كتابة هذا الحرف بالضاد. قال في العقيلة في البيت 120 عقيلة رب القصائد: والضاد في بضنين تجمع البشر، يعني اجتمعت المصاحف على كتابتها بالضاد. وهذا الذي ذكره الداني، قد روى الداني عن أبي عبيد اجتماع مصاحف الأمصاري
على رسمها بالضاد. لكن أبا عبيد علق قال: ومع هذا فإن الضاد والضاء لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس أحدهما على رأس الأخرى، يعني الضاء فيها تطويل الرأس شوي، فهما لأجل ذلك يتشابهان ويتدانيان. وقال الداني معلقا على ذلك: وهذا هو يعني طريقة الرسوم الأولى، الرسم القديم كانت الضاد والضاء فيها تشابه شديد في رسمها. وقال الجعبري: رسم بضاء معوجة، يعني أي أن الرسم فيه غير يعني غير معتدل، رسمة الضاد يعني فيها المادة اللي في فوق هذه كأنها رأس الضاء. وفي الرسم الكوفي خطيط يشبه الضاء. قال في الإتحاف أيضا أنه مرسوم بالضاء المشالة في مصحف ابن مسعود، ولو صح ذلك في وجوده في مصحف ابن مسعود لارتفع كثير من الأشكال. وعلى أي حال من يعني الخلاف في الرسم المغتفر، ونص عليه ابن الجزري في النشر في المقدمة عند كلامه على يعني الرسم، بعض الخلافات الرسم التي تغتفر مثل هذا ومثل وأكون من الصالحين وغيرها إذا صحت به القراءة وتلقيت بالقبول، وهذا مقطوع بها عند هؤلاء الرغد عند الكسائي وأبي عمرو وابن كثير ورويس، القراءة بهذا مقطوع بها متلقاة بالقبول ولا يضر حتى لو رسمت بالضاد فإن الخلاف فيها قريب. ورسم الأوائل العرب الأوائل الذين كتبوا المصاحف فيها يعني كما أشار الجعبري إلى أنها يعني بضاء معوجة، رأسها فيه اعوجاج يسير كأنها تحتمل الضاد والضاء. ثم قال: وخف كوف عدل الذي خلقك فسواك فعدلك، على قراءة الكوفيين بالتخفيف، وعلى قراءة غيرهم فعدلك، وهما متقاربتان. وبعضهم قال عدل بالتشديد، عدل أعضاءك ببعض، وقال سوى خلقك عدلك، يعني سوى خلقك وجعلك متناسب الأطراف. ويكذبوا ثبت، كلا بل يكذبون بالدين، كلا بل يكذبون بالدين. وهذا يعني إشارة إلى الكفار وتحقيرا لشأنهم وجعلهم بمنزلة الغائبين المحتقرين، كلا بل يكذبون بالدين. والخطاب واضح، كلا بل تكذبون بالدين، خطاب للكفار. الذي قرأ بالياء بل يكذب ثبت، قرأ أبو جعفر وحده كلا بل يكذبون بالدين بالياء، وقرأ غيره بل تكذبون على الخطاب. وحق يوم لا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قرأ حق، قرأ البصريان والمكي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي أنه خبر على، طبعا الباقون قرأوا يوم لا تملك نفس لنفس، الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو يوم لا تملك. أول معنى هذا اليوم العظيم يوم لا تملك نفس، فهو خبر له كما أشار إلى ذلك ابن زنجلة وصاحب الدر. ويوم لا تملك على أنه ظرف، على الأصل في هذا أنه الأكثر أن يستعمل ظرفا
النصب يوم على النصب أي الجزاء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أو يدانون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذا آخر تراجم هذه السورة وآخر أيضا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك.